من كارولينا الجنوبية يبدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته الانتخابية للسباق الرئاسي المقبل، حيث سيعقد مؤتمراً أمام مؤيديه في نهاية الشهر الجاري، وخلاله سيكشف عن فريق حملته، حيث سينضم إليه اثنان من أبرز الرموز الجمهورية وهما السيناتور لينسي جراهام وحاكم الولاية هنري ماكماستر. وتتمتع كارولينا الجنوبية بنفوذ كبير كواحدة من ثلاث ولايات للتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، ففي عام 2016 ساعد فوز ترامب فيها على ترسيخ مكانته باعتباره المرشح الجمهوري الأول. وقبل عامين مثل فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للولاية نقطة تحول حاسمة في ترشيحه، واتخذ الديمقراطيون مؤخراً خطوات لجعل ولاية كارولينا الجنوبية أول انتخابات تمهيدية لهم في استحقاقات 2024، فيما تعد أيوا الولاية التمهيدية لهم تقليدياً. ويأتي الإعلان المبكر لحملة ترامب ليمهد لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة وقطع الطريق على منافسين محتملين على غرار الحاكم السابق للولاية نيكي هالي والسيناتور تيم سكوت، حملة تنطلق وسط انتقادات بسبب الخسارة الكبيرة لأنصار ترامب في انتخابات التجديد النصفي وتداعيات قضية الهجوم على مبنى الكابيتول ومواقفه المثيرة للجدل بشأن الدستور والإجهاض. ومع ذلك يظل ترامب السياسي الأكثر نفوذاً والأقوى في الحزب الجمهوري. وبعد مرور أكثر من عامين على هزيمته في الانتخابات الماضية، لا يزال الرئيس السابق يسعى لاستعادة موقعه في البيت الأبيض.